سعد، من سنتين لورا يمكن العالم افتكروا، كانوا يسمعوا مازيراتي افتكروا انه البراند انقرضت ما بقى موجوده، ولكن صار لك سنه بمهمه اعاده تسويق صوره مازيراتي الجديده، وشفنا انه الارقام ارتفعت بشكل مخيف. خبرنا شوي عن هذا الانجاز اللي عملته مازيراتي بخلال هالسنه. Let me show you something. اول شيء خليني افرجيك شغلي. هاي بامريكا السنه الماضيه بال 2014 باخر السنه مازيراتي واز نمبر 1 ان سيلز ديفلوبمنت، يعني بزياده عدد السيارات اللي انباعت بامريكا اللي هي اول ماركت لنا. وسبب بسيط، سبب انه اول شيء البراند عنده الصيت المعروف شو هو من 100 سنه، عمره 100 سنه كان السنه الماضيه. وي انتروديوست سيارات جديده ما كانت موجوده على السوق من مازيراتي، وبنفس الوقت كل السيارات اللي عندنا معمولين مع اختنا بالشركه فيراري بالموتورات. اول ما جيت على مازيراتي من شيء 14 شهر او شيء، كان المبيعات بكل العالم 6200 سياره لمازيراتي. السنه اللي مضيت 14 شهر بعد منها بعنا 36500 سياره، وموقفين الصناعه للسيارات على 50000 سياره السنه، واكثر شيء ل 70000 سياره بعد ما نجيب الاس يو في، وبعد ما نجيب كمان السياره سبور جاي جديده الالفيري اللي شفتها السنه الماضيه. سعد، بما انه اصولك من الشرق الاوسط، كيف عم تنظر على الماركت تبع الميدل ايست؟ يعني شو عم تعطي اهتمام وشو بتحسوا ناقصه هذا الماركت حتى مازيراتي ترجع تقلع فيه مثل ما لازم يكون موجود؟ حسب ما بعرف بالميدل ايست هي وقت، بس وقت. الشركات الالمانيه صار لها زمان عم بتعمر سنه بعد سنه البراندز تبعهم بهالبلاد. مازيراتي ما عملت شيء، ما كانت موجوده بالمره، فهلا عم نقدر ندخل اكثر للماركت بخلال نكبر عدد الديلرز الموجودين بالميدل ايست اول شيء، لحتى اذا واحد اشترى مازيراتي يعرف انه فيني اخذها صلحها اذا بدي صلح، اذا بدي غير زيت، اذا بدي كذا. فهيدي شغله كثير مهمه، اول شغله انتبهنا لها. ثاني شغله انه نكون كمان بقلب المجتمع بالميدل ايست بكل شيء الناس بتعمله. سعد، سؤالي الاخير، في شيء رقم حاطينه مبيعات للميدل ايست؟ نعرف انه سوق الخليج في مصاري، في كومبيتيشن كثير قويه، المان، فيراري، استون مارتن، بورشا، في عندكم رقم حاطينه بالمدى المنظور لمبيعات مازيراتي هوني؟ As many as we can sell. قد ما فينا نبيع رح نقدر نكفوش قد ما فينا، بس بنفس الوقت كمان نحن بهمنا انه يضل المبيعات قليله مش كثيره، لانه الناس اللي بتشتري مازيراتي بدهم اكسكلوسيفيتي. بالتوفيق لسعد الشار.